أيوة. أنا رجعنا معلم، عندي برشا نقاط شكية. كيو ان اي تايم، يلا نبدأ. السلام عليكم الناس الكل، معكم اليوم أحمد كابو كالعادة في فيديو جديد، واليوم نتقابلوا في فيديو بعد ثلاثة جمعة. يب، المهم عنا توتيك ثلاثة جمعة ملي ما عملتش فيديو. الأولاد ما سامحوني خاطر القراية وضغط وكل، تعرفوا الواحد ما ينجمش ما ينسق بيناتهم، يا أما باش تلعب اليوتيوب وقرايتك تمشي، يا أما تلعب قرايتك واليوتيوب يمشي. دونك أنا نحاول أني نقعد في الوسط، لا هيك معناها ما نقعد جملة ما نعملش فيديوهات، ومعناها في نفس الوقت معناها ولا قرايتي تمشي حاصلو. نحاول لماكسيموم نعمل فيديو، وين ما تجيني فرصة راني نعمل فيديو ما ندخلش عليكم. أون توكا تويكا 10,000 أبوني، ياب تويكا جاتني الفرصة باش نقول لكم ثانك يو. قلت لكم ديجا فيديو اللي فات، أما الفيديو هذا يتسمى فيديو سبيسيال 10K. فيديو 10K راني حبيت نعمل معناها حاجة سينيماتيك وشورت فيلم وكل حاجة بالحق معناها مخدومة بالباهي، أما بويسكو ما لقيتش وقت دونك ما ليدي ما زلت ما نجمش نعمل رياليزاسيون تاعها. دونك حتى لين نلقى الوقت باش نخدم البروجي هكايا حبيت نعمل كيوني هذايا، معناها باش معناتها نقولوا نعملوا سيليبراسيون للتنكي هذيا. المهم الأولاد بالحق thank you so much، والله معناها ما نعرفش حتى كيفاش نشكركم، خاطر بالحق وقفتوا معايا على الاخر، واي واحد حط لي جيم، اي واحد حط لي بارتاج، اي واحد في الكومنتير كسوسوا كتب لي جود جوب ولا صلح لي غلطه ولا حتى سبني ولا ما نعرفش، حتى اذا كان غلطت معايا بالحق معناها يعيشك، خاطر انتم كتعملوا لي هكاك راني بالعكس باش نزيد نحاول اني نشوف شنو الغلط فيديو شنو الخايب، ونزيد انا نصلح ونحسن باش بروشين ما ممكن تبدل رايك ويعجبك الفيديو تعجبك خدمتي. المهم بالحق واحد واحد فيكم ال 10,000 الكل thank you so much. ان شاء الله نحاول نعمل لكم giveaway معناها كشويه معناتها راهو giveaway بخلاف انه يعاوني انا ككل باش معناتها بارتاج ووجهك تشاف وتعرف الكل، اما في الاخر هي حاجه تشكر بها الكوميونيتي نتاعك، وانا giveaway راهو نجم معناتها نخوم روحي وتوفى الحكايه، ما انا نحب معناها اني نعاون العباد، خاطر مش ناس كل تنجم تشري السوتاب مثلا، ناس كل تنجم تشري اللي عندي، ولا خاطر نعرف شعور انك تشوف عبد عنده سوتاب طياره وانت ما عندكش. دونك نحاول اني لو ماكسيموم نعاون الكوميونيتي نتاعي ونعاون العباد اللي تبعني، خاطر هكاش لازم يصير. المهم الاولاد ثانك يو سو ماتش، احنا تويك 10,000 وان شاء الله كل عام وكل شهر وكل نهار تكبر الفاميه هذه الكوميونيتي هذه، وان شاء الله مع بعضنا معناتها نوصلوا لحاجه ما خير. اون توكا تويك جا الوقت باش نعملوا كيو ان اي. ياب ام سو اكسايتد، ما عادش نعرف نحكي، ام سو اكسايتد. سو يلا نبداو. اش تعمل في الفري تايم؟ بون الفري تايم نتاعي والله يتسمى انا من العبد اللي تستغل بالباهي الفري تايم نتاعها. عندك نتعلم برشا حاجات عندها علاقه بالبروغراماسيون وكل، ونتعلم حاجات عندها علاقه بالسينماتوغرافي ومعناتها توسكي مونتاج وفيديوهات وكاميرات وكل. عندك نتفرج انيم، نتفرج على دراغون بول سوبر وون بيس وناروتو تويكا مادام موفا معناها ما عادش نتبعو برسك جمله. شنو اخر عندك؟ نكور ونخرج للقهوي وكل مع اصحابي. دونك هذو معناها خمسه حاجات اللي نعملهم في الفري تايم بتاعي، كي معناها الحاجات البرانسيبا. نعم بعد ساعات حاجات اخرين، اما هيكم اهم خمسه حاجات. شنو احساسك كي تعمل لايف مع هاردوير زيمبابوي؟ ما يفهم في شيء هكا الطفل، والله ما كي نمشي معك هكا العبد ما يفهم في شيء، والله يضيع فيها صبري. اما شنو احساسي؟ احساس مايسترو من غير ما تمشي تعمل ديسلايك، نعرفك اما كي ساقط حيوان، اما من غير ما تعمل ديسلايك. صبري انسان دلول ونعمل معاه جو في اللايف وكاوما عجبني هاردوير زيمبابوي، باش نولي نعيط له هاردوير زيمبابوي. الله غالب صبري وجاب لك. عليه ما تعملش جيم بلايز؟ والله كنت نعمل جيم بلايز مش ما نعملش. تويكا بويسكو مشيت ديريكسيون برودكت ريفيور اكثر، دونك نقصت من الجيم بلايز، وهذاك علاش تويكا ما نعملش جيم بلايز. اما اذا كان شدوا فيها صحيح نجم نبدل راي ونولي نعمل جيم بلايز حتى شويه، معناها نحاول اني نعمل شويه جيم بلاي سيرتو نتاع فيفا، خاطر لي جو الاخرين تويكا ما نتصورش اني باش نلقى راحتي برشا في الجيم بلايز. دونك اذا كان باش نعمل جيم بلاي راني باش نعمل سيري اربح الكابو نتاع الفيفا
هيك معناتها هكا. شو تحب تطلع تخدم؟ باه شو نحب نطلع نخدم؟ نحب كيفاش نفسرها لك؟ دونك شوف انت الشركات الكبار نقولوا احنا ازوس سامسونج ابل منعرفش انا ام اس سي منعرفش انا معناتها الشركات هذوما معناتها الكبار نتاع الهاردوير عندهم شين دو برودكسيون معناها معامل يصنعوا فيها القطايع نتاعهم. فما معناها ان سيستيم معين معناها سيستيم اوتوماتيزي يتصنعوا به بعد ساعات نستحقوا له عباد وبعد ساعات ما نستحقولوش عباد يكون كومبليتمون كله بالماكينات وكله بالروبو. انا نحب الحاجه اللي نحب نوصلها اني نجم نعمل البروغراماسيون نتاع لي سيستيم هكوما وانا نكون اللي نعمل مثلا نقولوا الاركيتكتور نتاع المصنع كامل وكيفاش القطعه تتصنع من دو ا جوسكا زد الكل كيف تتعدى في السيريكيه وكل روبو شنو يعمل وشنو ما يعملش. هي ما تحاجة نقوله لازم برشا قراية اما نحاول لو ماكسيموم اني نوصل لها. دونك ربي معايا. بيست يوتيوبر وعليه بيست يوتيوبر هذه حاجة خذها مسلمة من عندي اش تايلر اللي هو اقوى ريفيور اقوى برودكت ريفيور واقوى تيك ريفيور في اليوتيوب كامل من غير ما تقول لي ام كي بي اتش دي وجوناثان موريسون واوستن ايفنز الكلهم بالحق شي ما يجيو قدام اش من ناحيه الكرياتيفيتي وقوه الايديتينغ وقوه الفيلم ميكينغ خاطره بالحق انسان مهبول اش والله معناها حتى تفرج على فيديوهات وتعمل كيف بالحق اش عالم اخر الريفيو يعطيها نكهه اخرى عباره تفرج على فيلم مش على ريفيو ويحطك تعيش الريفيو بفاسون اخرى جمله وانا نعتبره قدوتي في اليوتيوب وبالحق معناها باش تعرفني علاش قلت هذا الكل ممكن بلغت شويه اما والله لاني مبالغ امشي تفرج على فيديوهات وتعرف علاش اش يستحق الكلام هذا الكل وأكد لك انك باش تعمل سبسكرايب من غير معنى من غير ما تخمم بجمله وبورتون السيد عنده 50,000 ابوني وام كي بي اتش دي عنده 4 ملايين اما من ناحيه الكرياتيفيتي والكونتنت معناها شكون يعمل فيديو خير اش خير 1000 مره من ام كي بي اتش دي. ام كي بي اتش دي صحيح عنده معناها الريبيوتاسيون تاعو في التيك وورلد اما حتى اش يحكي بروحه من ناحيه ريفيوز. دونك نخليك تتفرج وبعد انجي اعطيني رايك في الكومنتير الوقت. احسن سيري واحسن انيم احسن سيري ما نتفرجش برشا سيريات تويك نتفرج على مستر روبوت مع عبد الناصر برشا هيك معناها تويك اكثر سيري معناها عجبتني اللي هي مستر روبوت وسيرتو معناها كي تفرج عليها مع شكون يكون عندها نكهه اخرى السيري هيك معناها علاش تويك مستر روبوت عجبني برشا. وبالنسبه لاحسن انيم احسن انيم ناروتو ما غير حتى تخمام بخاطر ناروتو نعتبره انيم ليجندير اللي كتبوا انسان بالحق معناها عنده تفكير ياسر قوي والكلام اللي موجود في ناروتو الكوتس اللي موجودين في ناروتو ولي بيرسوناج نتاع ناروتو كيما ايتاتشي كيما كاكاشي وبالطبيعه ناروتو هذوما كلهم معناها شخصيات تنجم تعتبرهم كقدوه والكلام نتاعهم تنجم تعتبره ككلام انك تتبعه حتى في حياتنا خاطر بالحق عندهم كلام ياسر قوي وننصح اي واحد ما تفرجش على ناروتو انه يتفرج عليه خاطره اني بالحق ياسر طيار. قداش تلبس في ساقيك كابا؟ بون خليل في بالي تعرف انت قداش نلبس في ساقي خاطر ديجا صباتي كله تطبع في وجهك انتو كان نلبس 41 وانا مانيش فاهم علاش تسال فيها السؤال هذا حيوان تونا تفهمه خليل شد روحك. شنو الكونفيك تاع البي سي نتاعك وقداه يعمل هكاك؟ باه البي سي نتاعي عندك البروسيسور اي 7 6700 كا الكارت جرافيك ما فيهاش فيه الانتجري الايريس 530 نتاع انتل وبالنسبه للرام عندك الاكس بي جي دازل 6 جيجا 2800 ميجا هرتز في بالي هكايا ومعه زوز اخرين كورسير فينجنس ال بي اكس دي دي ار 4 2400 ميجا هرتز وبالنسبه للمذر بورد هي الام اس اي زي 170 اي جيمنج ام 5 والستورج عندك الاي داتا اكس بي جي اس اكس 930 موديل 240 جيجا وبالنسبه للاتش دي ديز عندي 1 تيرا و500 جيجا وبالنسبه للبي اس يو عندك جي 450 ام نتاع كولر ماستر 450 وات وبالنسبه للبوتي نوكتيس 450 وقداش يعمل ككل انا خديته من عند اس بي اس انفورماتيك وكي تمشي معناها تشوف معناها تكالكولي الكل يتكلف لك زون 2500 2600 بون انا خديته باقل اما هيك يا سومو 2500 2600.
PS4 or PC, Samsung or iPhone, Coca ولا Fanta, Pro ولا فيفا, كونان كانون ولا نيكون وجود جوب برو. بون هذه لازم التليفون عندك PS4 ولا PC, PC Samsung ولا iPhone Samsung, كوكا ولا فانتا كوكا, برو ولا فيفا فيفا, كانون ولا نيكون كانون وجود جوب برو. Thank you so much mate. Give away للبي سي نتاعك. ما تجاوبوش, ماهوش موجود, ماهوش موجود. توا انت موضوع الشين نتاعك موضوعها جيمنج, وعملت حتى مره جيم بلاي قاعد كان ريفيو, والهدف نتاعك انت مش شين هو فقط الربح, ما عندكش هدف صحيح كيما ماكي ودراك وور جيمنج. باهي اوكي, بالنسبه لحكايه موضوع الشين جيمنج صحيح, اما اني ما عملتش جيم بلايز مش صحيح, خاطر قبل كنت نعمل برشا جيم بلاي جوست ويكا بيريود واحد خذا ديريكسيون اخرى نتاع الشين, معناتها حاجه فيها مصلحه الشين اكثر, دونك بعدت شويه على الجيم بلايز. وانا معناها في طبيعتي تويكا معناها معاش واخو راحتي برشا كي نعمل جيم بلايز وكي نعمل كومنتريز وكل, خاطر مش جوي من الاخر تويكا, ما نلقاش راحتي جمله, نلقى راحتي في اني نطول في الفيديو ونخرج حاجه دو كاليتي ونعمل ريفيو برو والناس كل تستفيد منها, دونك هذاك علاش بعدت تويكا على الجيم بلايز. بالنسبة لمصلحتك الشخصية هذه حاجة صحيحة, وأي واحد معناها أي يوتيوبر هذه حاجة ما ينجمش ينكرها, خاطر معناها في الأخر احنا كيوتيوبرز توانسة ماناش باش ناخذوا فلوس على الفيوز, اللي معناتها الفيو التونسية رخيصة برشا, دونك ما ناخذوش فلوس جملة بريسك من اليوتيوب, دونك أي واحد لوجيك ما يخدم وما يخلص مش باش يعمل نفس الروندمون, دونك اذا كان احنا ما ناخذوش القطايع هذوما كيما مثلا انا في الكام تاعي لي بيريفيريك معناها نتاع لي ريفيو, دونك ريفيو سامبلز اللي يجوني ونخدم عليهم لي ريفيو, دونك اذا كان ما نخليهمش عندي معناها وما نستفادش منهم, نقوي بهم السيت اب نتاعي, نقوي بهم الخدمه نتاعي, مانيش باش نستفاد, دونك هذه حاجه معناها مصلحه الشين اكثر منها مصلحه شخصيه, دونك مانيش فاهم على تسميها فيها تسمي فيها مصلحة شخصية وهي مش صحيحة معناها, دونك إذا كان تحبوا نزيدوا نحكيوا في الموضوع هذايا نحاول أني نقنعك أكثر, إذا كان ما قنعكش كلامي تويكا نجمو نحكيوا في البريفي ونزيدوا نتفاهم. وقتها بديت اليوتيوب, وعليه بديت اليوتيوب حكيت 5 سنين التالي, وقت أنا 7 سنين عليه بديت, والله ما عنديش ريبونس معناها مقنع, اما انا وقت دخلت كوليج بيلوت وقت تعرفت على واحد اسمه فارس غاديكا, واحنا زوز مغرومين بالجيمينج, دونك كل تفهمنا مع بعضنا عمل باش نعملو شين, وكل وقت هو يفهم اكثر مني في اليوتيوب, دونك فهمني وانا تعلمت وحصلو انا كملت وهو لا, دونك برينسيبالمون علاش هذاك علاش معناها اني يا فارس قال لي, اما ما فهمش سبب اخر كلي موتيفاني, خاطر في الاخر غرام وبرسيت, دونك ولا. شنو هو حلم حياتك؟ ما عنديش حلم معناها حلم معناها كيما نقولوا واحد يولي ملياردير ولا حكايه كيما تاع حاجات في الاخر ما يتسميوش حلم, تسمى حاجه تنجم توصل لها بالخدمه وكل. الحلم هو انك مثلا نقول بالنسبه لي انا ان واحد يكون مستقر في حياته, صحه موجوده, امك وابوك راضيين عليك, ومعناها تكون عايش حياتك بالباهي, معناها هيك الحاجة اللي نقوله أي واحد يحلم بها, ما تحلمش أكثر من أنك صحتك موجودة بكمك راضين عليك وعايش حياتك بالباهي مستور وكل حاصل, معناها هيكش حبيت نقول لك, معناها هيكش حبيت نوصل, وأنا هيك بالنسبة لي للحلم اللي نحب نوصله, كل واحد معناهاش عنده في مخه ولا كيفاه نولي جيمر. بوالوب أي تمر كيفاش تولي جيمر, نهبطوا البلاك بارز شوية سينيماتيك ثينكس نبدأ. بس حيوان قسم بالله اركح فيك بالكف ننقبك بترني فيس حيوانات هون فقاع
دقيقة 90 يا السحي مرس أمك فك على أم أمي هذي مشي يرقد نار لحرف طهورني. Your YouTube goals. والله ما عنديش هيك الجول اللي نحب نوصل له، معناها تويك بعد ما وصلت 10,000 نجم تقول هكايا مثلا نقولوا جول حطيته في مخي وصلت له، تويك ما عادش عندي جول خاطر اليوتيوب معناها بالنسبة لي it's just a passion تويك ماهيش حاجة باش نكمل فيها لبعيد. دونك ما عنديش جولز محددين نحب نوصلهم، اذا كان وصلنا نقولوا 50,000 ولا 100,000 ابوني معناتها طون ميو كي حاجه باهيه وتعاون، اما ما هوش هدف نحب نوصل له كي معناها اش حبيت نوصل. واتس يور بيست تيم ان افري توب ليج؟ باه بالنسبه للتوب ليجز عندك الليغا فيها ريال مدريد دونك هي الكيب اللي نحبها معناها اكثر كيب نشجعها، بالنسبه للبريمير ليج عندك ارسنال، بالنسبه لفرنسا ليغ 1 عندك باريس سان جيرمان، المانيا بوروسيا، وشكون مازال ايطاليا سيريا اليوفي، دونك هذوما الفايف تيمز في الافري توب ليج. شنو الرياكسيون تاعك يجيك واحد يقول لك اعمل بوز على جو اونلاين؟ نيد رياكشن. نجم تكثر شويه في الجيم بلاي وتنقى شويه من الريفيو وترجع فيديوهات على عجله كيما قبل. بون ديجا جاوبت اني معناها ما عادش عيني برشا في الجيم بلايز خاطر تويك معناها بعد شويه نقولوا ما عادش نلعب كيما قبل، ما عادش عندي الوقت كيما قبل خاطر العاده عندي برشا وقت معناها نقعد ياسر في الدار، دونك بصفه عامه نعدي وقتي كسوا نلعب فيفا ولا كول اوف ديوتي ولا حكايه كيما تاع لي جو كوما. تويك ما عادش عندي برشا وقت دونك نقصت برشا من ما عادش نلعب برشا دونك وانا معناها ما عادش نلقى راحتي برشا كي نعمل الكومنتريز وجيم بلايز ولا هذاك، علاش معناها تويك شديت ثنيت برودكت ريفيور اكثر مني جيم بلاير وكل، مي في نفس الوقت راني اذا كان انتم معناتها حس لاحظت في الكومنتير تحبوا تشوفوا لي جيم بلاي دونك باش نحاول اني نعمل لكم ليتس بلايز، ومعناتها نحاول ننوع شويه في الفيديوهات باش انتم تقولوا معناها تلقاو الكونتينيو اللي تلوجوا عليه، خاطر مستحيل انك ترضي 10,000 واحد الكل باش ترضيهم واحد واحد، كل واحد باش يحب يشوف وكل واحد معناها باش يحب نوع نتاع فيديوهات، دونك نحاول لماكسيموم اني نرضي الماجوريتي فيكم ونقدم الكونتينيو الباهي. ومع علي ما عادش نعمل فيديوهات على عجله كيما قبل خاطرني معناها تويك دوزيام اني سكوندير دونك راهو معناتها صعيبه مش كيما بريمير اني ما تقرا شيء وتسلك روحك، تويك دوزيام اني معناها واحد سايب بدا يقرب للباك ولازم كم من تو ما تشدش الثنيه وتاخذ باز نتاعك في لي ماتير برانسيبو كيما المات والفيزيك سينو بعديك تضيع، دونك لازمني تويك نتلا شويه بالقرايه ونحاول ما نضيعش اليوتيوب والقرايه في نفس الوقت، معناها نقولوا انت لعب قرايه ونقص شويه من اليوتيوب باش ما نضيعهمش الزوز ونحاول نعمل ليكيليبر لو ماكسيموم. كيفاش تغرمت بهذا الكل وشنو هو ناوي تعمل؟ بو ايمان انت في بالي اخت امنه هكايا دونك سلام على اختك قرات معايا في الكوليج. ان توكا كيفاش تغرمت؟ والله تغرمت بويسكو ملي انا صغير معناها بابا ديجا في دومين انفورماتيك وكل ملي انا صغير معناتها نقولوا من اول العباد يجاو من الاورديناتورات والبلاي ستيشن وكل، دونك سي نورمال ملي انا صغير تربيت على الشيء هذايا وكملت انا معناتها من صغري لتو معناها وانا حتى معناتها تويكا وما زلت نتغرم خاطر هذه الحاجه اللي عايش فيها وهذه الباشن نتاعي وديما كل نهار نزيد نتغرم بها. وبالنسبه شنو ناوي نعمل اليوتيوب ما عادش نخمم اني باش نزيد فيه برشا ماكسيموم نقولوا 3 سنين هكا كذا ما نعرفش بعديك شنو باش يصير، هذه حاجه ترجع لربي سبحانه. سينو نحب انا تويك نحب نركز على قرايتي خاطر نحب نوصل معناها البوست معين اللي اني نولي انجينير دو برودكسيون، دونك هذه معناتها الحاجه اللي نحب نوصل لها. بالنسبه لليوتيوب كما قلت ما عنديش جولز محددين نحب نوصل لهم، دونك الله اعلم شنو اللي باش يصير، ربي يقدر الخير وكاو. عليه نلقاو في تونس كان الام اي سي والازوس خاطر تو سامبلومون ازوس و ام اي سي هما اللي حبوا يدخلوا لتونس وهما اللي كونتاكتيو لي ديستريبيتور التوانسه اللي هما في الكام تاع ام اي سي وازوس اس بي اس انفورماتيك، ومعناها مش بالضروره تويكا كان ازوس و ام اي سي خاطر ديجا دخلت اتش بي ومازالوا يدخلوا برشا شركات، نجم تدخل كورسير لوجيتيك كلهم ينجموا يدخلوا وبويسكو تويكا المارشي عمال ويتطور والكوميونيتي عمال تقوى، الشركات الكبار هذوما لوجيتيك كورسير زوتاك وكل يتشجعوا انهم يدخلوا، وبالحق معناها نتصور عامين 3 اخرين
المارشي التونسي باش يتعبى، وبالحق باش يجي نهار السيب باش يولي معناها كيما نشوفوه من برا. دونك مالوريزمون باش يصير السيب، اما ان شاء الله في الاعوام الجايه كل شيء لي مارك الكبار باش يدخلوا والمارشي باش يتقوى برشا. فيجيتا اور سون جوكو؟ سون جوكو سهله برشا. شنو تنصح اليوتيوبرز التوانسه جدد؟ باش ننصح اليوتيوبرز التوانسه جدد، والله نحب انت كيفاش نقولها، ما تتاثروش بالانتوراج بالكوميونيتي على جنب، معناها الهيترز وكل فوق ذا، معناها ما تغزروا لهمش، جوست ركز على خدمتك، شوف شنو الخايب في خدمتك وحسن. خاطر نشوف برشا عباد ريت مثلا يصور بكاميرا خايبه ويجي مثلا يبعث لي فيديو نقول له راه الكاميرا خايبه، راه حاول تحسن في اللايتينج، ما تجيش يصور تصور ورا برسانه رايك تسمى اوفر اكسبوزد التصويره، ما نعرفش انا الصوت خايب، فما ياسر background noise، انت تقول هكا ولي يتغشش وكل، ما لازمكش تتغشش، لازمك تقبل النقد، فما نقد وفما كره، انت هوني تقبل النقد وتحاول انك تحسن روحك. اذا كان واحد سبك بالعكس، انت خذ هكي السبه كموتيفاسيون وقول حطها معناها في مخك وقول انا نهار اخر السيد هذا اللي سبني باش يشوف الفيديو متاعي شهرين اخرين باش يلقاني بكاميرا جديده بميكرو جديد بكاليتي اخرى بكونتوني جديد ويلقاني انا كونفيدون في روحي ونحكي بالباهي. هذه حط معناتها الحاجه الاهم حاجه نجي ننصحكم بها، انكم ما تاثروش بالكوميونيتي وبالعباد اللي معناها يسبوكم وكل، اي سورتو حاولوا تطوروا من روحكم. هذوما معناها اهم زوز نصايح نجم نقولهم لكم، وما زالوا برشا حاجات اما هذوما برينسيبالمون اهم زوز حوايج. شنو هي اكثر جو تعرف تلعبها؟ هذه هي سهله برشا، فيفا دابي هذا اللي بيك. Who are you exactly؟ به who are you exactly؟ أحمد ياسين قلال كاسمي الكامل، هذه مش ناس كل يعرفوها، أحمد ياسين قلال اسمي الكامل. عمري 16 سنة ونسكن في صفاقس. بون هذاك اون برانسيب عرفت بروحي فوالا. بون الأولاد وفالكيوني، دونك حاولت لماكسيموم أني ندخل معناها اللي نقدر كيستيونات، حاولت نحط لي كيستيون لي بليز انفورماتيف ولي باهين الكل. نحاول اني اللي ما جاوبتهمش نجاوبهم في لي كومونتير، اذا كان معناها خاطر ما نجمش ندخل 200 سؤال في فيديو كون شي نبيتو غدوه، تو نحاول اني نعمل لايف ستريم اذا كان تحبوا تزيدوا تسالوني. اون توكا ثانك يو سو ماتش، ما نعرفش كيفاش نقول لكم ثانك يو، خاطر بالحق راهي حاجه تعني لي برشا انه واحد عنده 10000 سبسكرايبر، بالحق حاجه طياره برشا، ونوعدكم برشا خدمه جديده وبرشا فيديوهات دو كاليتي كيما تعودتوا، وان شاء الله ديما باش نحسن في الماتيريال ونحسن في الكاليتي وفي قوه المونتاج وكل. حصلوا توقعوا برشا جديد ان شاء الله في اقرب وقت، فما ريفيوز جدد الماتوس نتاع ام اي سي، فما ماتوس من برا زادة جاي. اون توكا استنيونا زادة في جيفويات جدد وفي برشا فيديوهات جدد سبلومون. دونك ثانك يو سو ماتش، اذا كان عجبك الفيديو واذا كان عملت ضحكه واذا كان استفدت وزدت تعرفت عليا حط لنا لايك، اذا كان ما عجبكش الفيديو حط لنا ديسلايك، كومنت وشير وسبسكرايب، وبالحق معنا ثانك يو والله ما نعرفش حتى كيفاش نعبر. اون توكا ثانك يو سو ماتش الاولاد، وصلنا قبل المره الجايه في فيديو جديد. تشاو.